لو يعرض عليك منقارة كونك تكون كرونيكوس في جو دي تو تقبل؟ توا؟ لا ما نجمش نقبل. علاش؟ عندي التزامات على خاطر. لو كانت ما فماش الالتزامات هذه؟ لا ما نقبلش. باهي أمين قال هو أول إعلامي أعطاك فرصة الكرونيكوس على شبي أول إعلامي يعطيك فرصة تقدم برنامج كبير برايم. قل لي شنو اللي يجمع بيناتهم الاثنين وانت عرفتهم الاثنين خدمت معهم بالكدا؟ اللي يجمع بينات علي وأمينة ما فما حد شيء غير أنه أنا يمكن النجم نكون النجم نقول على روحي معناها من أنا المتواضعة متاعي أنه كل شخص شاف فيا معناها الحاجة اللي أنه ما نعرفش شاف فيا حاجة الأكيد معناها الأكيد أنه شاف فيا حاجة بخبرة علي وبخبرة أمين فهمت أنه الإنسانة هذه قادرة أنها تقدم برنامج الإنسانة هذه قادرة أنها تكون كرونيكوس الاثنين أعطاو فيك ثق أي به دوب ما خرجت أو ما خرجت الأخبار على البرنامج هذا بدأت برشة شائعات تخرج على اليمين وعلى اليسار ريهام المشكلة مش في الشائعات هذي حوش نرجع لك عليه المشكلة اللي انت ما جاوبتش ظهر لي وإذا كان غلط صلح لي كأنك مستمتعة بالبوليميك خلي بوليميك على الإيميسيون خلي بعد تبدأ الإيميسيون تبدأ بيان انستالي أنا نجاوب الخدمة